يا مساء الخير والجمال، يا مساء السعادة على كل مشاهدي الصحة والجمال. معاكم وللحلقة التانية هكون في برنامج الدنيا أحلى أو بكرة أحلى مع هالة. ودايما حلقاتنا زي ما احنا اتفقنا سياسية وفنية وثقافية، هنطلع باستفادة منها إن شاء الله، وده اللي أتمناه. قلت لكم دايما إن أنا هبقى عندي دايما في الأول همسة لقلبنا. همسة القلبنة دي بتساعدني ان انا لو عندي اي مشكلة، عندي اي حاجة، عندي اي حاجة بتعوقني، اي حد بيضايقني، اي حاجة، ببدأ ان انا اتجاوب معاه او ان انا اتعامل بطريقة كويسة علشان فعلا اطلع بنتيجة كويسة ليومي او لحياتي بمعنى عام. النهاردة همستي لقلبكم بتقول اعتزل ما يؤذيك. اي حد بيؤذيك، اي حد بيستفزك، اي حد بيقلل من قدراتك، بيقلل من امكانياتك، بيقلل من مجهودك، بيقول لك شكلك وحش، انت تخين، انت رفيع، انت شكلك مش عارف اعمل ازاي النهارده، كل الكلام ده يا جماعه بيأذينا، بيخلينا فعلا بنقط تحت ضغط نفسي شديد جدا. اعتقد ان احنا مخلوقين في الحياه على اساس ان احنا نمارس كل الطقوس بتاعتنا بانسيابيه، بهدوء، براحه، باريحيه. لو انا في حد ضاغط على اعصابي، حد مضايقني، حد دايما كل ما يشوفني يقول لي كلمه مش كويسه، لو عندك كلمه ايجابيه قولها للي قدامك، لو عندك كلمه حلوه قولها، لو عندك كلمه سيئه، كلمه تستفزه، كلمه تضايقه، بلاشها. احنا زي ما قلنا احنا مخلوقين على اساس ان احنا ننجز حاجتين في الحياه، نعبد ربنا كما اراد لنا ان احنا نعبده خير عباده، وان احنا نعمل العمل الصالح في الحياه. لو عملنا لو في حد ضغطنا او احنا خرجنا عن المألوف او الطبيعي بتاعنا، هلقينا بناخد مسار تاني خالص. المسار التاني ده هيحولنا من انسان ان هو بفطرته طيوب وجميل ودايما مبتسم ودايما بشوش، هتلاقي دايما متعكر دمه، هتلاقي دايما يومه بيتغير، موده بيتغير. المود لما بيتغير بداية اليوم، صدقوني مش بقدر ان انا اتواصل وابدأ اتعامل مع الحياة. محتاجين كلمة طيبة، محتاجين كلمة طيبة صدقة، من زي الابتسامة زي ما قلنا المرة اللي فاتت، كلمة طيبة حلوة، الطبطبة وقت السنة ويكون سند لبعضنا. محتاجين دايما أريحية في التعامل، ابتسامتنا وش بعض. محتاجين دايما لما أجي أسأل حد على حاجة يجاوبني في منتهى الصدق. إحنا عايشين في الحياة على أساس إن إحنا نعيش في، مش هنقول في عالم مثالي لأن مفيش مثالية في الدنيا، المثالية إن شاء الله في الجنة، بس إحنا بنحاول ناخد بإيد بعض، نطور من بعض، نطور من أداء بعض. خلينا دايما عون وسند. الحياة صعبة قوي يا جماعة، كل يوم بنقابل في طريقنا مشكلات كتير جدا، حاجات كتير جدا بتضايقنا. لو كلنا سندنا بعض وطبطبنا على بعض وحنينا على بعض، صدقوني هنعمل عملنا بما يرضي الله. هتلاقي وشنا دايما صبوح، ودايما يا رب كده دايما بابتسامه، ومصر هتحلو بينا بكل الناس الحلوه اللي قلبها حلو، وانا عارفه ان المصريين دايما قلبهم جميل. من الحاجات بقى اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، احنا بس منتظرين الضيفه بتاعتنا جايه ان شاء الله، دي من الحاجات اللي بتضايق الزحمه والكلام ده كله. طب هنتكلم عن ايه؟ النهارده كنت محضره ان انا هتكلم عن الطفل الصغير اللي موجود في قلب البيت. كلنا بنهتم باطفالنا زي ما بنهتم بالناس الكبار في السن، دول عنصرين مهمين جدا في قلب الحياه. الطفل بالنسبه لي هو النواهي الاولى للمجتمع. لو انا اهتميت بيه، لو انا اخدت بايده، لو انا تعاملت معاه بطريقه صح، اكيد ان انا هوصل بيه لبر الامان، هيطلع شاب جميل، هيطلع شاب عارف ايه حقوقه وايه واجباته، هيطلع يدينا طاقات ايجابيه كتير جدا جدا، هيطلع يحب البلد، اول حاجه هيحب بيته، لان بيته هو الحضن الاولاني اللي بيشوفه في الحياه، ابوه وامه، اخواته، عيلته الصغيرة. يبدأ بعد كده يدخل على العيلة الأكبر شوية، العيلة الأكبر شوية اللي هي المدرسة أو الحضانة، فبيبدأ حضن كبير تاني يجيله من بره البيت، وهو المدرسة والمدرس والمديرة المدرسة، كل ده بيخلي ابننا دايما البيت والمدرسة هما اللي بيوصلونا دايما لحاجة كويسة. بعد كده بيطلع للمجتمع الكبير اللي موجود بره البيت والمدرسه، فهو محتاج دايما لو هو مش متربي بطريقه كويسه ان هو يتحمل الصدمات، ان هو يتحمل الضغوطات اللي بتحصل له، لو هو خلقيا مش متربي كويس، لو هو سلوكيا مش بيتعامل بطريقه كويسه، صدقوني هيلاقي نفسه تايه في دنيا. لان النهارده ساعات مش بيقول الدنيا غابه، لا، هي الدنيا فيها ناس طيبه وفيها برضو ناس سيئه.
فاحنا دايما بنحاول ان احنا ناخد بايدين اولادنا لنوصلهم الى بر الامان. طيب في حالات كتير جدا احنا بنشوفها واحنا كامهات او اباء بنلاحظ في اولادنا مثلا ان هو بيتاخر مثلا في الكلام. المفروض ان انا يكون عندي ادراك سريع جدا ان هو مثلا الطفل ده بيتهتف الكلام، او ان هو وصل لثلاث سنين مثلا مش بيتكلم مثلا، بيتكلم هو عنده 5 سنين وبيتكلم زي الطفل مثلا عنده 3 سنين او اقل من كده. فاعتقد معانا اتصال تليفوني. اهلا يا مريم، ازيك؟ ازيك يا استاذه هاله؟ اهلا، دايما يا رب كده منورانا، ودايما مواضيعك طبعا بتفيدنا وبتفيد اطفالنا. اهلا وسهلا، اهلا بيكي يا مريم، منوره. انت منين يا مريم؟ من القاهره. اهلا وسهلا، ايه سؤالك؟ بصي يا استاذه هاله، انا عندي دلوقتي طفلين، الطفلين دايما بيغيروا من بعض. لما بعمل للطفل ده حاجه الثاني برضه بيغير، يعني معايا واحد في كي جي 2 والثاني في 6 ابتدائي، فبيحصل طبعا يعني نقار ما بينهم، هما الاثنين بيقعدوا يتنقروا وبحس ان هما بيغيروا من بعض بيغيروا قوي. من بعض. فانا عايزه نصيحه من حضرتك اتعامل معاهم ازاي واخليهم يحبوا بعض اكتر. بصي، هو انا بخبرتي كأم، يعني هو دلوقتي يعني انا مش خبرتي طبعا كدكتوره او ان هي اخصائيه في علم الاطفال، لكن انا بقول لك دايما الطفل الاولاني لما بيتولد او بيبقى موجود في البيت بيكون عايش لوحده، بيعيش في يعني بياخد قسط كامل جدا وفير من الحب والرعايه والاحتضان. فجأة بيجي الطفل التاني، واحنا بيبقى هدفنا ان احنا نجيب الطفل التاني على اساس ان هو يبقى حد معاه في قلب البيت، محدش بيعيش دايما لوحده. لكن هو كطفل صغير هو مش قادر يستوعب اللي حاصل، ففجأة بيلاقي الام بتنشغل عنه، الطفل بترضعه وبتهتم بيه بتحتضنه. والله فكرتيني بحاجة يا مريم، كانت لسه ليا صديقة بتقول لي ان ابن قريبها في طفلين برضو في قلب البيت، فالولد كل شوية يقول للام هو انت ليه بتحضنيه كتير كده، هو انت ليه بتبوسيه، هو انت ليه بتلعبيه، طب ما تلعبيني انا شويه. طيب ما هو ادراكه ان الام دي هي دي الحياه بالنسبه له، او هو ده الكيان، صح كده؟ فالفتره الزمنيه اللي هي بتبقى بين الطفلين هو خلاص خد كل مقومات الحياه، وهو خلاص حس ان هو البيت ده والمملكه وامه مملكته لوحده. لكن ما بيجي طفل تاني بيحس ان البساط اتسحب من تحت ايده وخلاص، هو يعني هو هيتعامل ازاي؟ فاحنا هنتعامل معاه ازاي؟ هنتعامل معاه بالراحه، لان هتلاقي فعلا انا ده تجربه شخصيه ان انا مريت بيها، ان مثلا هتلاقي الطفل الكبير بدا يتهته. هو التهتهه دي يا اما نتيجه حاجه عصبيه هو اتعرض ليها، او شايف ان الموضوع بالنسبه له ايه اللي جه اخد مكان يعني في قلب البيت، ايه اللي الام بتحتضنه، الكلام ده كله. فبيبدا يتهتف الكلام، هو ممكن يكون حاجه يعني صحيه، او ممكن يكون هو حاجه عرضيه انا بعملها على اساس ان انا يعني الفت نظر امي وابويا ليا على اساس ان هم يبداوا يتكلموا معايا. فطبعا الطبيعي ان انا زي ما بجيب اهتم بالطفل البيبي الصغير لان هو فعلا محتاج الاحتضان، لان ده لا حول له ولا قوه. الطفل الثاني يا اما هخرجه، يا اما هجيب له مثلا لعبه حلوه انا اهتم بيه، او لما اقوم مجرد ان انا ابني ينام معايا خلاص انا هدخل اشوف بيتي، اشوف ابني الثاني، لان هو ده اللي بيفهم. البيبي الصغير يا جماعه مش بيفهم حاجه، لكن البيبي اللي هو متربي اللي عنده 3 4 سنين هو اكيد عنده استيعاب كويس جدا، وحاسس واكيد حاسس بنقص معين. فارجوكم يعني احنا اتعلمنا ويمكن عملنا حاجات غلط كتير، بس النهارده انا بقول ان احنا لازم نهتم بالطفل الثاني زي ما بيهتمينا بالطفل الطفل الاولاني زي الثاني بالظبط. اي سؤال تاني؟ مريم شكرا يا مريم، شرفتينا. فدلوقتي بيحصل فعلا زي ما مريم قالت ان بيحصل ان الطفل الثاني الاولاني لما بيجي على طفل ثاني بيحصل ان هو بيحصل له حاله من التوتر، فممكن يتعلسم في الكلام، تلاقيه بيتهتف في الكلام، تلاقيه حاسه ان هو مش قادر حتى يتكلم. ممكن يكون ده بسبب مثلا ان الام منشغله عنه. واحنا النهارده بجد والله دي من الحاجات اللي انا شايفاها ان هي احنا كمان اتغيرنا جدا، يعني فين العيلة الاسرة واللمة والضمة اللي كنا بنقعد فيها مع بعض كعيلة، كل واحد ماسك الموبايل بتاعه. تخيلوا بقى لما يكون طفل صغير
يعني انا اعرف اطفال صغيره بتنام والموبايل في ايديها، التابلت في ايديها، قاعده قدام التلفزيون ال 24 ساعه. يعني هو بيقولوا ان هو لو طفل 3 سنين احسبي له 6 دقائق يبقى 3 في 6 ب 18 دقيقه مثلا، فهو يقعد 18 دقيقه. يا ترى انت فعلا بتدي لابنك 18 دقيقه يقعد فيها على التلفزيون او التابلت او الكلام ده كله؟ احنا بنقول له طيب روح بقى، احنا ورانا نطبخ، احنا مثلا هنعمل اكل، احنا هنخرج، احنا كذا كذا، فبندي له الموبايل كتلهيه، او اقعد قدام التلفزيون والعب العاب بتاعه الجيم. الحاجات دي كلها يعني انا قريت فعلا في الموضوع ده ان هو بيعمل عصبيه جدا للطفل، ده غير كمان ان هو بيحصل يعني توحد بينه وبين كاميرا التلفزيون او كاميرا الموبايل بالنسبه له، وبيحس ان الحاجه الانسان الوحيد او الحاجه الوحيده اللي بتسمعه في البيت ده او بيتعامل معاها اللي هو الشاشه التابلت او التليفون او التلفزيون. احنا كمان احنا ككبار دلوقتي وصلنا للمرحله دي ان احنا منفصلين تماما، وده عيب. انا شخصيا بقيت اتمركز، زمان اقول ايه ده، هو ازاي ان انا حد ماسك التليفون طول النهار بالطريقه دي؟ انا كمان بقيت كده. فاحنا فعلا محتاجين ان احنا نعمل دعوه ان احنا نتخلص تماما من الاجهزه دي، على الاقل على الاقل مجرد ندخل بيتنا طيب معلش معايا تليفون، معايا مداخله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عايز لوكاته. اهلا وسهلا، ازيك يا مالك؟ يا ام مالك، ازيك يا استاذه هنا، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، عامله ايه؟ شرفتيني. شرف ليكي. شرف ليا والله. الله يخليك يا رب، الله يخليك. ايه راي حضرتك في الحلقه بتاعت النهارده؟ لا والله الحلقه جميله، بس انا عنده 3 سنين ونص. ايوه. بيغني نقطه خالص ومش عايزه تلعب معاه خالص، يعني فظيع معاه خالص. الفرق بينهم قد ايه يا ام مالك؟ هي مالك 3 سنين ونص و سنتين. طيب اتفضلي. نعم اتفضلي. مش عايزه تلعب معاه خالص، وبيقعد يضربها على طول وبيغير منها خالص. بصي احنا كنا زمان واحنا صغيرين كده مع اولادنا كنا بنجيب مثلا نقول ايه يعني البنوته الصغيره، بص هي اختك جابت لك ايه النهارده؟ الله جابت لك مثلا شوكليت مثلا، النهارده انت خرجتي فجبتي بالونه، جبتي حاجه قلت له دي اختك هي اللي جايباها. فهنبدا ان احنا نعمل تواصل او تواد كده بينهم هما الاثنين على اساس ان هو ما يكرهش اخته. هي فتره يا جماعه، انا بعتقد ان هي فتره قصيره بس في الاول، فتره هو لسه مش مدرك ايه يعني ايه ان هو عنده طفل تاني في قلب البيت او في حد خد البساط من تحت رجله، لكن هو بالممارسه مفيش حد هيكره اخواته، بالعكس. بس دايما فعلا لما بيكبروا في احيانا طبعا دي بتبقى حالات مرضيه شويه ان انا ببقى غيران من اخويا او غيران من اختي، فالام برضو عليها عامل والاب. ما يجيش اقول لابني مثلا اللي هو مثلا اقل ذكاء، شفت اخوك احسن منك ازاي، شفت اخوك بيجيب درجات احسن منك ازاي، شفت شكله امور. شكرا ام مالك. ففعلا زي ما كنا بنتكلم بنقول ان في دلوقتي ساعات بنحصل ان احنا بنكلم الطفل مثلا نقول له انت شكلك جميل قوي، وساعات نقول للبنت انت شكلك جميل، واختها مثلا لو شعرها مش حلو شكلها اقل منها اكيد عندها حاجه كويسه. مفيش حد في الحياه يا جماعه ما عندوش حاجه كويسه تخلينا ننظر له نظره فعلا فيها ايجابيه. انا لما اشوف بنتي حتى لو حاسه ان هي عندها ما عندهاش ثقه بنفسها، المفروض ان انا كمان ارفع من ثقتها بنفسها، ابدا اقول لها انت شكلك حلو، انت لبسك حلو، انت طريقه كلامك كويس، الله انت بتطبخي اكله حلوه قوي. لما بنزرع الثقه في اولادنا صدقوني بعد كده هم بيبقوا حاسين بكيانهم. ساعات كنت اشوف حد نسبه الجمال مثلا عندها قليله شويه، بس الاقي دايما عيني انا شايفاها بص عليها، طب هو انا ببص لها ليه؟ هو ايه الانبهار اللي فيها؟ عارفين ايه الانبهار اللي فيها؟ ان هي واثقه في نفسها. الثقه بتديكي باور، بتديكي طاقه، بتديكي قوه، بتحسي ان انت بتتحركي وانت لا عندك تعلسم في الكلام ولا حاسه ان انت عينيكي في الارض. هو احنا ليه بنخلي ولادنا دايما عينهم في الارض؟ على فكره الاخلاق والحياء مش عيني في الارض، عيني دايما فوق، ربنا كرمنا فخلي عينك دايما فوق، كلم اللي قدامك وانت واثق مادام انت مش تعمل حاجه غلط مش تعمل حاجه حرام، خليك دايما واثق في قدراتك ان انت بتعمل الحاجه كويس جدا. فبلاش نقلل من ثقتنا في اولادنا، انت شكلك وحش، انت تخينه، انت رفيعه. يا جماعه ربنا خلقنا في احسن تقويم، يعني بص على وشنا كده، الله ايه الجمال اللي احنا فيه ده، ده احنا نحمد ربنا حتى لو عندنا اي نوع من العجز في اي حاجه او حاسه ان انا عندي حاجه مش حلوه، بلاش نركز عليها مع اولادنا. دايما تديله ترفع من طاقته ترفع من قدرته. في ناس بتبقى عندها قدرات خاصه
حتى لو حد مثلا السمع عنده ضعيف، هتلاقي اكيد عنده قدرة تانية. الناس اللي هي يا جماعه مش عندها مثلا النظر ضعيف، هتلاقي عندها بدر قدره معينه، هتلاقيها مثلا بترسم حلو قوي، هتلاقي نسبه الذكاء عندها عاليه. مفيش حد مخلوق على وجه الارض من غير ما يكون عنده كفاءات، بس احنا نحط ايدنا على الكفاءه اللي عند ابننا، نبدا نعلم من مهاراته. لو شايفين ان هو جسمه رياضي نوديه يتعلم يلعب رياضه، لو شايفين ان هو بيعرف يكتب حلو او خطه كويس ممكن يعمل يكتب كتب، ممكن هو يرسم، ممكن في ناس بتقعد تخترع حاجات كويسه جدا وبنقول الله الولاد دول جابوا الاختراعات دي منين. هي عايزه تنميه، ودايما هنلاقي الاب والام هم دايما ورا الطفل او الشاب اللي عندي في قلب البيت ناجح. دلوقتي فعلا احنا بنشوف، كان زمان في فرق طبعا، ان الامهات زمان كانوا محدودين مثلا الثقافه او حاجه زي كده، فكانت دايما هي في البيت بتعمل عمليه احتواء. اول ما يدخل ابنها من بره تقعد تعمل له الاكل وتاخده في حضنها تطبطب عليه. اعتقد ان احنا كلنا بمشغولياتنا اللي حصلت النهارده احنا ما عدناش بنقعد مع اولادنا، ما عدناش بنحتضنهم، ما عدناش بنطبطب عليهم، بقينا عاملين وبنشتغل بره كتير. بس برضو هبدا اقول ان الست العامله النهارده مع ان هي وقتها بقى ضيق جدا وممكن تكون متعصبه او ممكن تكون متضايقه من حاجه، لان عندها شغل بره، هي طول النهار انا بشوف الام بتنزل تاخد الولد توديه المدرسه، وبعد كده تبدا بعد المدرسه تعمل الاكل بتاعه وتجري على التدريب بتاعه اللي هو بيتدرب على حاجه معينه، فهي طول الوقت هي بتجري، هي جت على نفسها وجت على وقتها. فدايما الام في تعب، والام والاب طبعا لان الاب ليه مجال تاني خالص. طيب الحاجه اللي انا كنت عايزه اتكلم فيها النهارده اللي هي فعلا الولاد اللي هم النطق عندهم تقيل. انا قريت ان النطق التقيل ده ممكن يكون نتيجه حاجه معينه اللي هي مثلا عنده نسبه السمع قليله. لو نسبه السمع قليله شيء طبيعي ان انا مش هسمع اللي قدامي ومش هفهم هو بيقول ايه، فطبعا هبدا اتعصر في الكلام بتاعي اللي انا بقوله، او ان انا مثلا عندي الجهاز العصبي فيه نوع من المشاكل، او ان انا قاعد طول النهار لوحدي في قلب البيت ما بتكلمش مع حد. دلوقتي الفقرة بتاعتنا كانت دايما بنقول التأخر اللغة بتاعة الطفل بيجي عن طريق اللي هو زي ما قلنا التوحد، أو إن هو يكون عنده نوع من الشلل الدماغي، إن هو بيبقى نايم في قلب السرير ما بيعملش أي حاجة، فطبعا اللغة عنده هتكون ضعيفة. عنده حالة من إن هو في طفل بيبقى دايما شديد الحركة وبيتحرك بسرعة شديدة جدا جدا جدا، فهو في الآخر بتلاقي هو مش مركز أبدا في كل اللي أنا بقوله له. ابقى اقول له يا مثلا يا احمد شوف اللي انا بعمل ايه، هو مش مركز معايا، هو مش سامعني. فدايما الاطفال دي دايما نوديهم لدكتور مثلا بتاع تخاطب، ان نشوف يتعامل ازاي، بس ان احنا نطلع في الاخر بطفل بنيانه قوي، طفل ذكائه بنوجهه في الاتجاه الصح. بالنسبه لي بوديه مثلا لو انا حاسه ان هو عنده مشكله في اي حاله مع اصحابه او مع اخواته، احنا بنروح نتعامل معاه. احنا لو احنا ما عندناش الادراك ده احنا بنحاول ان احنا نوديه الاخصائي يتعامل معاه ويطلع القدرات اللي عنده، وفي نفس الوقت نقلل من المشاكل او الاضرار اللي موجوده عنده. الحلقه بالنسبه لي كده اعتقد ان هي على وشك الانتهاء، فحابه ان انا اشكركم على متابعتكم ليا، وان شاء الله يكون معانا المره الجايه فقره احلى واحلى. اشوفكم الاحد الجاي باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.